يستضيف أرسنال المحترف بصفوفه المصري محمد النني فريق باتي بوريزوف في 8 إلى 5 دقائق مساء على ملعب الإمارات، وذلك ضمن مباريات إياب دور 32 من بطولة الدوري الأوروبي. هذا يحتاج أرسنال تحقيق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة اليوم، وذلك للوصول إلى دور 16 بمسابقة الدوري. وكان أرسنال قد تلقى خسارة بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب باتي بوريزوف الخميس الماضي.